ضعل قلب امتحل لا ترحل ترجع يا المبتعد يا متاترين ما أقدر بالأيام فوق الدروب أنثر قلوب طول العمر يتناك لما نرحت خلافك صحيت يا الحادي خذني وياك يا الحادي خذني وياك واللي ينتهي وداعب حزين المن يضاق دمع الجفين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى يا مظلومين المضطهدين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم لا والله ما خاب وأمن من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا يا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين شنو صنع هذا الدهر أخنا على عترة الهادي فشتته فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون بعضهم ينقل بعض العلماء كان إذا زار البقيع يقول ليتني لم أنظر لذلك المنظر أربعة أئمة ولا راية ولا معزي أيوة مصيبة بعضا بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء
الله ما بقى فيها أيام وإذا بنا في محرم بكربلاء وبعضا بالغريين وأرض طوس وسامراء وقد ضمن بغداد بدرين حل وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسن ولمي يا سادتي ألمن أنعى أسوى لما أبكي بعينين من جفني قريحيني أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقا بين الخميسين بكل مناسبها نفس الخطاب نعيدها الليلة كلكم جايين إلى العزايا سيدي يا ابن الحسن حتما تنظر إلى هذه الوجوه إلى هذه القلوب المفجوعة لكن حتى صاحب الزمان الليلة إذا راد يعزي يعزي منه هاي الليلة نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عنك وصار الشمل تبدي واحد اندفن يميك واحد عنك بعيد كأني بها يلا إذا حاضرين للأن وللبكاء كأني بها تجاوب يا شيعة دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي أنا ما أشوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وصعب علي لا ذكرت مصيبة حسين إجا وقت الحسين ليش سيدتي كأني بها تقول ذوب القلوب وابقى بالواق ما أدري إذا عدنا سادة بالمجلس يعذروني يذوب القلوب وابقى بالوال لمن ذكرت ابني على رمال يقولون الخيال داست فوق صدره وشعال وراس فوق عسال من الوالد يا حسين يا ابني يا من ريت ذبحك ذبحني أنا الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان يلا ياي ودور عزبني وين ما ويلا على ابن المات عطشان
عطشان ولعبت على الخيل ميدان ولعبت على الخيل ميدان إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم عطروا قلوبكم نوروا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد كان الكلام ولا زال حول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وقد بينا في الليلة السابقة بعض اللمحات التاريخية والعقائدية المتعلقة بالإمام من ولادته وكيف أنه كان شاهداً لكربلاء وما جرى فيها وراوياً لبعض تلك الأحداث ومنها روايات جزء كبير من المسلمين تمسك بها وإن كان قد دخل فيها ذلك التدليس في بعض جزئياتها وبينا عن أمه السيدة العظيمة الطاهرة فاطمة ابنة الحسن التي كان يقول عنها الصادق عليه السلام أنها صديقة لم يدرك في آل الحسن امرأة بمثل قدسها وعظمتها وكيف كانت لها تلك الكرامات الكثيرة وكذا الجانب البارز من حياة الإمام جانب الكرامات وتجلي معاجز الأنبياء بأجمعهم في الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذه الليلة نذهب إلى أيضاً جانب مهم ولا تكاد تسمع أو تنظر إلى متحدث أو إلى كاتب أو ما شابه يتحدث عن الإمام الباقر إلا ويشير إلى هذه الناحية ناحية العلم الذي قد فجره الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كيف لا وهذا اللقب هو الذي بشكل مباشر يشير سبعض العلماء يقول قد يكون المعنى من الباقر هو أن التربة قد بقرت جبين الإمام من أثر السجود وهذا صحيح كثير هي الروايات التي تتحدث عن كيف أن الإمام كان يطيل في سجوده كيف كانت عبادته لكن الأشهر واللي وارد في الروايات أكثر أنه هذا اللقب لقب به لأنه بقر بطون العلم الآن وكأنما تصور الصورة أمامك العلم له وجه ظاهري هذا اللي نقرأه إحنا جميعا مثلا القرآن الأحاديث وما شابه بطون هذه النصوص المباركة من الذي قد فجرها ووصل إليها وأخرجها كان الإمام الباقر تبعا لظروف نشير إلى بعضها الآن وكان أول من تحدث عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تحدث إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أي الشخصية اللي لا أتصور أن هنالك رجل
بمثل جابر قد عاصر هذا العدد من المعصومين، ابتداء من النبي الأكرم إلى أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن إلى الإمام الحسين إلى علي بن الحسين إلى الباقر وإلى الصادق وإن كان صغيرا في السن آنذاك. كل هؤلاء الأئمة قد رآهم جابر بن عبد الله. لذا رسول الله منذ ذلك العهد تحدث إلى جابر، هي نصوص كثيرة، هذا أحد أو هذه إحدى النصوص: يا جابر إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب عليهم السلام المعروف. شوف رسول الله إلى أين يشير، مو فقط عندنا، مو فقط يأتي زمن وتبعا للظروف صار هذا اللقب إليه، المعروف التوراة بباقر من زمن الأنبياء، من تلك الأزمنة كانوا يتحدثون عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لقيته أو لقيته فاقرئه مني السلام. بالرواية: فلقيه جابر بن عبد الله الأنصاري في بعض سكك المدينة فقال: يا غلام من أنت؟ شاف صغير في السن، لأنه الإمام الصادق يروي وبعض النصوص تشير أنه كان يجلس في مسجد المدينة وينادي: يا باقر العلم يا باقر العلم، حتى قالوا الناس إنه ليهجر خلص بعد أصيب بشيء من الخرف، والمن ينادي منو باقر العلم؟ إلى أن نظر إلى الإمام الباقر وهو صغير السن، قال: أقبل إلي، من أنت؟ قال: أنا محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب. قال: اذهب أمامي وأدبر. صار يمشي أمامه، قال: والله هي شمائل رسول الله، إن رسول الله يبلغك السلام، إلى آخر الرواية. ورد الإمام الباقر ذلك السلام. هذه الصفة اللي منذ القدم كانوا يتحدثون عنها، منذ عهد الأنبياء إلى عهد رسول الله، إلى أن توارثها جابر وانتظر تلك اللحظة حتى رأى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه تجلت في حياة الإمام، مو فقط صفة وانتهى، لأنه الآن تعال ولو بشكل موجز انظر ما هو الظرف الذي كان فيه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. كان ظرف حساس وخطير على الإسلام وعلى المسلمين، لأنه بعد شهادة سيد الشهداء صلوات الله عليه، النهضة الكربلائية الحسينية لم تنتهي إلى هذا الحد. يعني ما كان الإمام الحسين يخطط أنه إذا قتل يوم العاشر خلص أصلحت الأمة وانتهى، لا، الإمام الحسين كان الدافع وصاحب الفضل الأكبر لذلك، لكن هنالك عناصر مشتركة مع الإمام، منها ما كان في ذلك الوقت الإمام زين العابدين بتلك الخطب والمواقف اللي حرك فيها الناس لمدة 30 أو 34 سنة، والعقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها اللي هزت عروش الطغاة في الكوفة وفي الشام وفي كل مكان كانت تقف، كانت إذا وقفت العقيلة يخافون منها. بالكوفة يقولون لما بدأت بالخطبة والناس مجتمعين، منهم من صار بالبداية الطبول تقرع وكذا، بعدين لما وقفوا في ساحة كل الجنود واقفين، فوقفت العقيلة بتلك القدرة الحيدرية. بالرواية: فأومأت للناس بأن اسكتوا، بإشارة حتى ما احتاجت أن ترفع بيدها العقيلة، فسكت الجميع حتى الأجراس اللي على النياق هدأت عن الرن، فبدأت العقيلة. اجوا إلى عبيد الله بن زياد: الحق علينا، هذه ابنة علي واقفة وتخطب بالناس وقد قلبت الكوفة بخطبة واحدة. قال: لما لا توقفوها؟ ماكو واحد يرد. قالوا: وماذا نصنع إذا كان منطقها منطق علي
صلوات الله عليه، من يقدر يوقف أمام هذا المنطق بهذه القوة؟ العقيلة أكملت، إلى هنا استنهضت الضمائر، إلى هنا بعد هذا الدور رجع الناس جزء كبير منهم إلى رشدهم. لكن هنا جاء دور الإمام الباقر، لما كان جزء كبير من الناس لا يعرفون الدين، لا يعرفون الدين. تدري أكو جزء كبير من الناس لم يكونوا يعرفون الحج، كيف يكون بالتفصيل؟ جزء كبير من الناس كانوا لا يعرفون الصلاة، لما نقرأ بالروايات ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة، هي مو مبالغة إلى هذا الحد، لا بالفعل جزء كبير من الناس كانوا بعيدين. بني أمية هذا كان كل شغلهم، أن يبعدوا الناس عن الدين، عملهم كان هذا. لذا وقف أهل البيت، جاء دور الإمام الباقر. الإمام الباقر لما جاء عمل على ميادين كثيرة، على رأس تلك الميادين أنه أسس الأساس الأول لنهضة الإمام الصادق وجامعته، فجر تلك العلوم وانطلق. لعل البارحة أشرت كان إلى درجة وصل إلى مقبولية حتى عند علماء العامة، كان الإمام إذا أخبر عن رسول الله يقولون سمعا وطاعة، من يحتاج أن تقول عن من الرواية؟ إذا أنت تقول قال رسول الله انتهى، هو هذا المنطق. فجر الإمام النهضة العلمية وانطلق في ميادين. الميدان الأول كان في تجديد علم التوحيد. ليش تجديد علم التوحيد؟ لأنه بعد تلك الفتوحات التي جرت، وبعد دخول التيارات المختلفة والعقائد المختلفة إلى بين بلاد المسلمين وإلى بلاد الإسلام وبين المسلمين، وتغلغلت الأفكار، هنا صار عندنا مثل نشوء تيارات ضالة. التيارات هذه صارت تدخل العمل بالرأي، تدخل العمل بتعطيل النص. ولا تنسى أكو منع لتدوين الحديث، ماكو أحاديث عن رسول الله، فانطلقوا. صار أكو التوحيد فيه شيء كبير من الخطأ بين الناس، تنطلق من التوحيد. إذا نتحدث عن العبادة، التوحيد الأول بين الناس كان خطأ. وقف الإمام وبين قواعد التوحيد من أولها، ونزه الله عن كل تشبيه، نزه الله عن كل صفة كان يصفها البعض ويلصقها بالله عز وجل، هذا أولا. ثم انتقل الإمام إلى كشف التحريفات اللي صدرت من الناس عن لسان النبي، كثير هي هاي الأحاديث، كثير جدا، أكثر من 70-80 سنة، أكثر الأحاديث ممنوع أن تكتب، ممنوع أن يتناقلها الناس والمسلمين، ممنوع أنه تروى عن رسول الله بكثير من الأسباب. أحد هذه الأسباب أن هذه الأحاديث صارت سبب لفرقة الناس، الناس صاروا يشتبهون بروايتها، كل واحد يتناقض مع الثاني، وبحث مطول. على كل، لما رجعت إلى عهد عمر بن عبد العزيز الحاكم الأموي، رجع ذلك التدوين من جديد، ورجع ذلك الإخبار للناس عن أحاديث رسول الله. بهاي المرحلة هو لم يعمر كثيرا، آخر زمن الإمام زين العابدين، أول زمن الإمام الباقر، صار الكثير من التحريف بأحاديث رسول الله. فوقف الإمام الباقر ومنع هذا أن يتم، ثم انطلق إلى الإمامة وهكذا إلى مباحث الفقه وغيرها، فصار يدخل في كل ميدان يؤسس من جديد، وكأن الناس لم يعرفوا الإسلام يوما. هذا أول جزء من نهضة الإمام، أسس تلك الجامعة اللي فيما بعد نسمع أكثر من 5000 طالب عند الإمام الصادق، كان كل هذا إكمال لدور الإمام الباقر. ثم ذهب إلى تأسيس أولئك الرجال اللي بفضلهم
الفضل علينا الآن من هؤلاء اللي أسسهم الإمام الباقر، اللي حافظوا على تراث المعصوم، حافظوا على الفقه، على العقيدة، حافظوا على كل تفاصيل الدين. مجموعة من الرجال أسسهم الإمام الباقر وعلمهم، فكانوا فقهاء بل فحول بالفقه وبمختلف العلوم، من أوتاد الشيعة كانوا في ذلك الزمان كما تشير الروايات. منهم كان زرارة ابن أعين للإمام الصادق، يقول: يا زرارة، إن اسمك في أسامي أهل الجنة. وفي حديث آخر كان يقول: ولولا زرارة، إمام معصوم هو من يشهد بهذه الشهادة، ولولا زرارة ونظراؤه لن درست أحاديث أبي، يعني لذهبت تلك الأحاديث وذلك المجهود. زرارة اللي روى أكثر من 2000 حديث ورواية عن الإمام الباقر والصادق. تذهب من بعد زرارة إلى أبان بن تغلب اللي الإمام الباقر، وشوف شلون وصل إلى منزله، كان يقول له الإمام أنه: اذهب واجلس في مسجد رسول الله، في مسجد المدينة، إني أحب، إمامنا يقول لأبان: إني أحب أن يرى في الشيعة مثلك، أحب أنه الناس لما ينظرون إلى شيعة الباقر وإلى شيعة المعصومين أن ينظروا إلى أبان. شوف من مقام، شوف من منزلة وصل إليها. محمد ابن مسلم أحد أعظم الفقهاء في تاريخ المذهب الشيعي، كل هؤلاء وغيرهم انطلقوا بين يدي الإمام الباقر وأكملوا مع الإمام الصادق، بعضهم بقى إلى الإمام الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء أسسهم الإمام وكانوا يتصدون، بل أكثر من ذلك، كان البعض إذا راح إلى الإمام الصادق وقال له: يا ابن رسول الله، إذا عدنا مسألة الآن لمن نرجع؟ لمن نروح؟ فكان الإمام الصادق يرشدهم إلى هؤلاء، إلى محمد ابن مسلم وإلى أبان، أنه اذهبوا إليهم، هذول إذا تحدثوا كأنما نحن من نتحدث، إلى هاي الدرجة الثقة كانت، وتلك التلمذة التي تتزلمذوها بين يدي الأئمة صلوات الله عليهم. هذا جانب من حياة الإمام الباقر، الجانب العلمي العظيم. جانب ونختم به من حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ذلك المعروف بالإشخاص إلى الشام. لاحظوا أحبتي، الإمام الباقر أشخص مرتين إلى الشام. المرة الأولى البارحة ذكرنا النص، الإمام الباقر يقول: دخلنا على يزيد ونحن 12 غلاما مقيدين أو مصفدين بالحديد، في صغر سنة، كان عمره 4 سنوات. المرة الثانية لما كان الإمام الباقر كبيرا في السن، وهنا النظر إلى هذا الجانب يألم القلب، كيف أن إمام عمره قرابة 57-58 سنة يذهب بهذا المنظر اللي راح أبين أجزاء من ذلك المنظر. السنة اللي حج فيها هشام ابن عبد الملك ابن مروان، هاي السنة كان الإمام الباقر وابنه الصادق صلوات الله وسلامه عليهما في نفس الوقت بالحج. يقولون وقف الإمام الصادق خطيبا وهو صبي صغير العمر أمام كل من كان في الحج، وضعوا له مثل مرتفع، فوقف الإمام عليه وبدأ بتلك الخطبة التي نقض فيها حكم بني أمية، وبين أن من خالفنا هلك، أن من خالفنا ضل، أن من خالفنا إلى النار. مسلمة ابن هشام ابن عبد الملك
أو مسلمة أخو هشام عفوا كان موجودا، سمع من الإمام الصادق مباشرة راح إلى هشام. انظر إلى هذا الصبي الغلام كيف قد قلب الحجيج علينا. فأسر الأمر في قلب هشام إلى أن رجع إلى الشام. لما رجع إلى الشام والإمام الباقر والصادق عليهما السلام رجعوا إلى المدينة، هنا هشام أمر والي المدينة بأنه يشخص الإمام الباقر والصادق عليهما السلام إلى الشام، أنه في مجتمع مكة والمدينة أكو كثير من الولاء صار حول الأئمة، ما يقدرون أنه يتصرفون براحتهم. انتظر حتى يعني الإمام في ذلك الطريق ويأخذه بالمشقة. ومو بس هذا، وأنا أدري إلى أين ستذهب عقولكم عند هذه الكلمة. تدري يقولون لما وصل الإمام الباقر هشام أوقف الإمام الباقر 3 أيام خارج القصر، ما استقبل إمامنا ليهين الإمام الباقر. باليوم الرابع لما استقبل بهاي الخطة أمر الجلاوز بأنه إذا دخل إلي سأوبخه، فإن سكت فأكملوا أنتم. تصور إمامك بشيبته وبهيبته وبوقاره أدخلوه إلى مجلس الخمر، ووقف هشام يوبخ الإمام ويتهمه بالكذب وبادعاء الإمامة. فتوقف هشام فصار الرجال يتناوبون على توبيخ إمامنا. الله أكبر، الله أكبر. شلون من مظلومية لأئمتنا، شلون من هضيمة عند أئمتنا. بعد ذلك انتهت أحداث المجلس فأرسل إمامنا إلى السجن، أو دعه بالسجن في الشام. قلب السجن الإمام الباقر رأسا على عقب، أخرجوه لكن بأي حالة. تدري يقولون لما راد يخرج الإمام الباقر من الشام اجتمع بعض أهل الشام وعيروا الإمام بأنه أنت ابن أبي تراب، صاروا يعيروه بأمير المؤمنين. الله أكبر. وخرج الإمام، كانت الأوامر أنه لا أحد يفتح الباب للإمام الباقر والصادق، لا طعام ولا شراب. أنت بذاك الموقف أوقفوا الإمام 3 أيام، راح بالك إلى العقيلة لما أوقفوها؟ صحيح. تعال شوف المقاربة الثانية هنا، فبقي إمامنا 3 أيام من غير ماء ولا زاد، إلى أن وقف بعد قتله العطش فارتف وقف إلى تل ومرتفع ونادى أنا بقية الله، تمنعون عني الماء والطعام، أنا إمامكم إمام زمانكم. وهكذا إلى أن رجع إمامنا إلى المدينة. أيام فدس السم، بعضهم يقول بسرج الخيل، دخل السم إلى جوف إمامنا. ما إن أحس بالحرارة روحي فداء، حتى وقع طريحا بالفراش. أيها إماما، صار يقبض يمينا ويبسط شمالا على الباقر، يا دمع العين سحدا قضى عمره بهضيمة ومات بالسم. عليه مرت مصايب ما لها حساب، دليلة من عظمها تفطر وذاب. يا مصاب أبو جعفر المظلوم، عاش ومات ما شاف من الفرح يوم. أين المنادي والسيدة يا أيوة
إماما. الإمام من 4 سنوات هو يحمل تلك الآلام في صدره، لذا كأني به بتلك اللحظات، يلا اللي حاضر للون ومشتاق إلى عاشوراء يوجه وجه إمامنا وهو بجوارها روحي فداها. المن يخاطب الإمام؟ قلها تعالي يما شوفيني أنا الباقر حملت آلا السوت بي كربلا يا والكوفة وراض الشيا. فصل سيدي أكثر يلا، لأن وأنا برابع سنة بعمري شفت المات شوف العين أبد منان يا زهرة أنا محتار أبد مني أوصف حالة العبار لا أحوال جد حسين لا مصراع علي الأكبر لا عبد الله لا جسا. يما فاطمة مرتيني احتضر جدي، أنا مناد ومصيبته أيوة إمامه مرتين احتضر جدي لما نودع ولاده وشفته من كسر ظهره حين الردب العضيده وبعد وشفت أنا طفل مذموم وصفة شايلة بإيدي وجاسم للخيام جابه ومنا يجري دم الهار وبعد وتالي ظل بلا ناصي ولا واحد يذبح عني طلع والحجر صكهاما يا ولي سيد الجنة أين المنادي وحسينا أنا بعيني شفت جدي أنا بعيني شفت جدي حين الوقع وتعفر ولما الشمر حز راسه شفتها عظمة الملحوظ. أيوة حسينا يا أيوة إمام أجركم الله اشتد حال إمامنا ضعف عن الحركة والنهوض دفع العهود والمواثيق ثم أوصى الصادق أن يجعل البواكي يندبنه بمنى أجركم الله نطق بالشهادتين مدد رجليه أسبل يديه وفاضت روحه أيوة إماما أيوة سيدة. أما إمامنا الصادق بتجهيزه
لكن شلون حالة أهل بيت الباقر؟ نساء بنات أطفال، وكم يوم باقي على العيد وفقدوا أبيهم الباقر. إن شاء الله ما عدنا فاقد أبو عن جديد هنا. كأني بصوت الصادق عليه السلام أبا قل باقي ثلاث أيام يا أبويا على أو موقف الحاج عليك ناح وحنة البيت يا أبويا رايح نظل نصف قليل ننصب عزية والعدو ينصب شمات. تغسل الإمامة، تكفن إمامنا، أهل المدينة ضجوا خرجوا لتشييعه. لا ما انت نقول تخف الأهوال من رفع رأس فوق عسال ولا عند جسد متقطع وصايا ولا عند يا أخ ولا عند حرم طقها جمال أولا زين بين الرجال. تدري شلون واسو العقيلة يا بهذا النداء؟ ترى واسو زينب، هم اجوا للمخيم والمنادي ينادي يصيحون زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها ولا بجايات بسات ضربوا سبوا الزجية وشتم أبوها. إذا زينب ظلت الشكوى بقلبها، يلا أبيات الدعاء اللي ماذا بدمعة اللي طالب حاجة الليلة وجاي إلى مأتم الباقر. زينب إلى أن جن الليل شافت ما عدها أحد يفزع، وقفت تنادي نحو المدينة نداء نحو الغري، وريد ما حد يبقى ساكت هنا. الم النداء المدينة يم حسان يم تعالي وشوف كربلاء سوت بحالي وشوف اخوتي مذبح قبالي. هذا النداء الاول. النداء الثاني الى غير جهة. يا ابويا علي انا اللي الهوى وانا غريبة ومالي احد بعد بمن يا ابويا القلب يضمى. تسمع الان عند جسد الحسين ماكو زينب نومت النساء والاطفال ابقتهم وطلعت وحدها، منو اكو يم الجسد؟ تسمع ذيك الان والنداء بتلك الحرقه يخاطب الحسين قل له أفتر وحدي بالليل وامشي عالجدم قوة شفتك وذر فوق القاع وقول أن هو أموة من أنتي؟ قلها انا يمك يا يما مو بعيدة انا شفت حسين بالحزة وريدة ثلاثة ايام ساكنة البيدة نابا نهض ودور اصبعيده
ونائب انهض وادور شف عضيده. يلا كلنا النادي للزهراء هاي الليلة بهذا النداء اللي أغشي على الرضا ثلاثا عندما سمع أفاطم لا وخلت الحسين مجد لا 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 الكل الكل أفاطم لا وخلت جد لا وقد مات عطشانا بشاطف إذا للطمت الخد فأطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات إذا قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي إلهي نسألك وندعو باسمك العظيم الأعظم. ترى أنتوا أقرب ما يكون لله بعبرتكم بدمعتكم ها. وإن شاء الله أبواب السماء مفتوحة لكم بهذا البكاء. يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان. اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه المجاهدين والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضي الزهراء عنا يا أرحم الراحمين. من أوصاني من حضر من أوصى الحاضرين بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم جميعا، اشف مرضاهم شفاء قريبا عاجلا. تقبل منا من الحاضرين من المؤسسين بأحسن وأوسع وأفضل القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد. يا ضعيف قلبي امتحن لا ترحل ترجع يا المبتعد يا متاتري ما اقدر بالايام ما اقدر بالايام فوق الدروب انثر قلب طول العمر يتناك لما رحت خلافك صحيت يا الحادي خذني وياك.